السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة صحة يا ريس. أنا طبعاً كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لأراك يا هالي. إيه على روحك الفتح. إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح الكلام. أنت تعرف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ ده أنا اللمبي. يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام ده؟ لان احنا برضو بلد الجدعانه والرجوله والادب. اللي انت من السيده زينب وعارف يعني ايه الاصول. مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوء خلاف بيننا وبين بعضنا. ماشي؟ سلام يا شنتالة. انا ضربت ايدي في حل التفال ولا ايه؟ يا زينة الشباب فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدر عليا لو ربنا كرمه وقام بالسلامي لدبح جدي ووزع على البلد كليته. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ابتدى يفوق اهو. الكنز الكنز سليبي. اللهم صل على النبي. انتوا ولا انتوا ناس تانية؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بيخطرف يا رجال. ايه مصابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. الحمد لله على السلامة. تمام. ده انا دغدغتكم كلكم. انتوا بتضربوني؟ عايز ان انا مش من المنطقه تضربوني؟ لا يا سليم. انا هتضربوا معاك نوريك انت. انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سليبي؟ ولا فاكر يا فتحي ولا فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت ده احنا ايه يا داخل في عطر؟ اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم، حبدل على سلامتك ان شاء الله. اني ده شارع بعيد بعيد الشارع عليك يا فتحي. صدقني اول مره احس ان في بني ادم بخاف عليا وفي فتح النية كده وودن يعني بينه. قول لي انا بخاف عليك يا زعيمني. ايه يا عم انت؟ ده ايه يا اخويا خضيت ودهديت؟ ايه؟ زعيمنا ما يتخضش يا عم، لا يخض بالك بزيدي. يا عم استنى، انت ما مش عارف التمييز اصلا. انت ما فيش اي تمييز؟ ما فيش اي تمييز؟ انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز؟ لحظه فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا، وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى. وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا، وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوقوا كملوا كلامكم بره. سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقولك على سر يا سليمبي. حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغت. اللهم فتح. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرس ده يا رجاله.
الراجل ده شكله اللي ضربني. اني ايوه دماغك انا فاكرها. لا اله الا الله. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.